أنا صار لي أكثر من 3 سنين في المملكة، واشتغلت مع كذا شركة وكذا مركز وكذا مجمع طبي. بدأت في الجنوب، وكان إمداد من الشركات الطبية القليلة المتواجدة في الجنوب بقوة، وفعلا كان في دعم. حتى التأخير كان يعتبر بسيط بالنسبة لإخواننا بالشركات الثانية يعني. وبعدين رحت جدة، وكان موجود كذلك أجهزة إمداد، وما قصروا معنا في شيء في التدريب أو في تريننج. كانوا أكثر من رائعين في التدريب بعد جهاز شراء جهاز الجنتل هناك بالتحديد. يعني بحيي الفريق اللي كان مسؤول عن أحسن تدريب حضرته على جهاز الجنتل، كان موجود في جدة بالمناسبة يعني. كانوا جاهزين وجايبين معهم الأوراق، وأوراق مختصرة وأوراق مو مختصرة اللي يريد تفاصيل. عاشت إيديهم والله. ودي أتذكر أسامي الزملاء بس مو ناسي، كان الموضوع من 3 سنين تقريباً.